السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة مش عارف أقول لكم إيه. ماليزيا فرضت تقييد حركة مشدد أو تقييد حركة صارم للمرة الثانية في ماليزيا فيرجن 2. اللي هو كانوا فرضوه قبل كده في 18 مارس وهو تقييد حركة تام في 6 ولايات وفي ولايات تانية عملوا لها اللي هو تقييد حركة تجاه التعافي اللي هم بيسموه RMCO. لكن احنا طبعا يهمنا الست ولايات دول لان اغلبنا بيعيش فيها وهم مرتبطين بشكل كبير قوي بالاماكن السياحيه. الحقيقه الفتره اللي فاتت اللي متابع الوضع في ماليزيا يعرف ان حصل تصاعد رهيب جدا في الحالات، اخرها امبارح او اول امبارح عدت 3000 حاله، وده السبب اللي خلى تان سيري محي الدين رئيس الوزراء يقول لم يعد نظامنا الصحي قادرا على التعامل مع 2000 حاله يوميا لمده 14 يوم، النظام في نقطه الانهيار. عشان كده قررت الحكومة فرض تقييد الحركة لكسر سلسلة الانتشار بفيروس كورونا في ماليزيا. وأنا قرأت تصريح لوزير الصحة بيقول إن إجمالي الوفيات اللي حصل الأيام اللي فاتت دي أثر قلقه شوية لأنه بلغ 71 حالة وفاة على عكس حالات الوفاة اللي كانت في الفترة الأولانية في الموجة الأولى، بلغت في المجمل كله مدة شهور طويلة تقريبا أقل من 100 حالة وفاة، وبالتالي هو بدأ يقلق من تزايد حالات الوفاة. واحنا كمان كان في خبر انتشر ان كان في 2 من الوزراء اصيبوا بفيروس كورونا، ولاجل سبب دوت الناطق باسم رئاسة الوزراء قال ان هم هيعملوا تحليل كورونا لكل الوزراء اجباري عشان يتأكدوا ان كل الناس معافاة تماما. واعتقد ان هم هيخشوا بقى في حجر تاني زي اللي عملوه قبل كده ايام اكتوبر لما اصيب عدد من الوزراء كان من ضمنهم الوزير ذو الكفل رئيس أو وزير الشؤون الدينية. طبعا تاريخ تقييد الحركة في ماليزيا كان بدأ في عنفوانه أشد وقت اللي هو 18 مارس وامتد لشهور، وكان الهدف منه اللي هما بيسموه تسطيح الكيرف وان يخلوا الحالات من عدد الصعود ده لعدد النزول ثم يحصل استواء ثم هبوط تام في عدد الحالات. وفعلا ماليزيا قدرت تحقق الكلام دوت، يعني في شهر 8 أذكر وشهر 9 أغسطس وسبتمبر بلغت عدد حالات الإصابة في ماليزيا لحالة وحالتين وست حالات، فأرقام كانت بعد ما وصلت لمتين وحاجة حالة. وبعد كده لما بدأت الحالات توصل للموضوع دوت عملوا اللي هو الـRMCO اللي هو التقييد نحو التعافي، وكان المقصود منه ان هم يبتدوا يفتحوا المحلات التجارية عشان يرجعوا تاني الحياة، تدب الحياة في الأنشطة الاقتصادية ويرجع الناس يروحوا ويجوا ولكن بنظم التشغيل القياسية. ولكن بعد الموضوع اللي حصل بتاع صباح وبدأ يرتفع عدد الإصابات وبدأت الإصابات تنتشر بشكل سريع جدا في ماليزيا، فهنا الحكومة قررت قرار نهائي. وكان في إرهاصات عدت من 3-4 أيام، كانت في إرهاصات بتقول إنه هيحصل إغلاق، لكن لأجل ده خدت الحكومة قرار بعمل الإغلاق التام. الإغلاق هيكون على 6 ولايات زي ما قلنا، وهي ولاية أو العاصمة كوالالمبور والعاصمة الإدارية بوتراجاية، ولاية سلانجور، ولاية بينانج، وولاية جوهر، وولاية ملاكا، وولاية صباح، ومنطقة لبوان الفيدرالية. تقييد الحركة الثاني اللي هيطبق في ماليزيا هيكون ليه بعض التعليمات اللي أعلنوا عنها، وهي هتكون كالآتي: مش هيبقى فيه رحلات بين الولايات ولا المقاطعات، ممنوع التجمعات سواء بقى في حفلات الزفاف او المؤتمرات او المواكب الدينيه، وطبعا الاجتماعات والندوات والدورات والانشطه الرياضيه كلها هتلغى. هيتم تركيب حواجز الطرق، هتقتصر الحركات على دائره نصفها 10 كيلومتر للاشخاص في السياره. الواحد بصراحه مفقوع من الحاجات دي، زعلان يعني فعلا. الواحد الايام اللي كان فيها التقييد ده الدنيا كانت صعبه قوي، فانا بقراه بصراحه حاسس باللي كان حصل قبل كده، فالموضوع بصراحه بيبقى متعب جدا يعني. وهيسمح فقط لشخصين لكل اسره بالخروج للشراء بقى من البقاله او السوبر ماركت، وهيسمح فقط لشخصين في المركبه بعد ما كانوا سمحوا باربع اشخاص في المركبه الواحده، لا دلوقتي هيبقى شخصين بس. وطبعا اي شخص هينتهك الشروط والقوانين ديت هينفذ عليه عقوبه قصوى هتكون قدرها 1000 رينجت ماليزي بموجب القانون. هيسمح فقط لخمس قطاعات اقتصادية أساسية للعمل، وهي التصنيع، أعمال البناء والخدمات التجارية، التوزيع والحاجات ديت والمزارع والسلع والتجزئة. وهيسمح ل 30% فقط من العاملين ضمن مجموعة إدارة الشركات بالذهاب إلى المكاتب مع مراعاة التشغيل أو نظام التشغيل القياسي والامتثال للإجراءات. طبعا الإجراءات دي اللي هي التباعد الاجتماعي، ودلوقتي كمان التباعد الاجتماعي مبقاش متر بقى 2 متر، فيطبق والكمامة والمطهرات والحاجات دي. وهيسمح طبعا بخدمات توصيل الطعام،
وهتعمل بعض اكشاك بيع الطعام والبيع المتجولين، ولكن هيسمح فقط بالطلبات للخارج اللي هو الدليفري والتيكاوي. محلات طبعا السوبر ماركت هتبقى شغاله، خدمات الرعايه الصحيه اللي هي بتتضمن العيادات والمستشفيات والصيدليات، البنوك مسموح لها بالعمل برضو وفقا للمعايير، وبيقولوا ابقى في منزلك. يعني لو انت ما عندكش حاجه ضروري تعملها بره فلا تتسكع، بيقولوا خليك في البيت وما تطلعش الا للضرورات القصوى لو انت فعلا محتاج انك تخرج. موضوع المدارس معلق، مش عارفين هيحصل فيه ايه. الانشطه الدينيه لن يسمح طبعا بالصلوات الجمعه، وهيسمح فقط بحد اقصى 5 أعضاء من لجنه المسجد ان هم اللي يصلوا. طبعا كل الانشطه الترفيهيه في الهواء الطلق مسموح بيها، ولكن بين افراد الاسره الواحده فقط ومن غير تجمعات. يعني ما ينفعش مثلا انا وجاري وجاري نلم بعضينا ونروح نتفسح، كلكم هتدفعوا، كل واحد يدفع 1000 رنجت، فهو بس الاسره الواحده. وبيتكلموا عنك كمان وانت بتتفسح كده وبتروح، لازم تحافظوا على موضوع التباعد الاجتماعي. طبعا رياضه الركض والدراجات عشان هي منتشره قوي في ماليزيا وبالذات في كوالالمبور وبوتراجيا ممنوعه في المجموعات، هيسمح فقط للافراد، يعني للافراد وبحد اقصى فردين مع بعض، لكن لو المجموعات والحاجات دي هتكون ممنوعه. ده تقييد الحركه الى الان. احنا النهارده يوم 11 يناير، تقييد الحركه هيبدا يوم الاربعاء 13 يناير وهيستمر لمده اسبوعين. عمليه التراكنج دي او التتبع ده لمده اسبوعين، هم هيبتدوا يلاحظوا يبصوا علشان يعرفوا هل فعلا الخطوه اللي خدوها دي هتمتد قد ايه، هيعملوا ايه، هل يوقفوها، هل يستمروا فيها. كل ده هيجي بناء على كسر سلسله العدوى. ده كل اللي جاي وخاص في موضوع تقييد الحركه، والواحد والله مش عارف يقول ايه، لكن سبحان الله، اللهم اجرنا في مصيبتنا خيرا واخلف علينا خيرا منها، وهنرجع تاني نتأمن في البيت كده ونقعد في البيت. وفعلا يعني احنا كلنا قاعدين في ماليزيا، الناس اللي قاعده في ماليزيا من ضمن الوعي وان احنا فعلا نحاول نساعد عشان مصلحه المجتمع اللي احنا عايشين فيه او الدوله اللي احنا عايشين فيها والناس اللي حوالينا، ان احنا فعلا نحاول قدر المستطاع نلتزم في البيت. انا وبفضل الله، وده الجزء الجانب اللي شويه مشرق، يعني كنت سجلت بعض الفيديوهات في الفتره اللي فاتت دي، فان شاء الله هنزل في القناه. اللي قطعني الفتره اللي عدت دي انا كنت مشغول قوي وكان عندي شويه لخبطه كده، فبصراحه ما عرفتش انزل ولا حلقه الاسبوع اللي فات، لكن الحلقات موجوده في الثلاجه المفروض ان انا امنتجها وانزلها، فان شاء الله هنزلها. وهنا ما اقدرش اقفل من غير ما اقول الجمله اللي الناس بتبعتها بشكل شبه يومي، موضوع السياحه في ماليزيا. يعني الوضع واضح ان السياحه مش دلوقتي، وانا كنت متوقع من اول ما اعلنوا موضوع الطلاب وان الدراسه هتبتدي من شهر 3 وجها لوجه ان ده بيقول ان السياحه مش هتفتح دلوقتي. لكن انا قلت للناس وبقول محدش يحجز طيران، محدش يحجز فنادق، محدش يحجز مع شركات سياحيه دلوقتي خالص. اللي بيعمل كده يبقى بيرمي فلوسه في البحر، واذا ترمي فلوسك في البحر هاتها انا هحطها لك في القناه. فاللي اقصده ان مفيش، محدش يعمل كده، محدش يحجز طيران ولا يعمل اي حاجه. اصبروا وصابروا، احنا والله كلنا نفسنا الدنيا تفتح والدنيا ترجع زي ما كانت تاني، لكن للاسف الشديد يعني وكان امر الله قدرا مقدورا، خلاص الواحد ما لناش في، يعني مش هنعرف نعمل حاجه، هو ربنا سبحانه وتعالى بيقدر واحنا بناخد بالاسباب وبندعي ربنا سبحانه وتعالى انه يفرج هذه الازمه حقيقه يعني، والكرب والوباء عن ماليزيا وسائر بلدان العالم اجمعين، ويرفع عن هذه الامه هذا البلاء العظيم. لا تنسوا الاشتراك في القناة، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديوهات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.